اذا هو مش محامي واذا هو موجود عندي في القاعه او اذا كان هو حاضر الجلسه, يبقى انا من واجبي ان انا اتاكد مين اللي بيدخل الجلسه واسمح لمين الدخول وما اسمحش لمين الدخول. ولكن ممكن احل الازمه بغير ان انا اعمل المحامي على انه زيه زي المتهم, من حقي ان انا اطلق عليه اي حاجه او اي لا حكم او ان انا. لا يا استاذه, بص حضرتك الماده 18 لما اتكلمنا فيها قلنا المحامي اللي بيمارس عمله مهنه المحاماه كمهنه اهلا وسهلا به, له احترامه الكامل. النص على ايه؟ النص على من اقتحم. تقولين ان حد محامي بيجي يقتحم مقر المحكمه, يبقى مش محامي. قانون للمحامين, يبقى مش للمحامين خالص. ما انا بقول لحضرتك النص هو ده, ما نسيبهوش للمحامين. انا بدات كلامي بقول لحضرتك ايه, بقول لحضرتك ان المرشحين لمنصب النقيب استغلوا مساله القانون للدعايه الانتخابيه بحيث انه ما راعوش مصر فيها. لا المساله ما انا ما عديتش المحامي في القانون, انا ما اتكلمتش على محامي, انا اتكلمت على واحد بيدخل يقتحم قاعة المحكمة. كويس. اللي بيدخل يقتحم قاعة المحكمة ده هو اللي أصر اللبس. عشان أكون منصف, اللي أصر اللبس مع أخواننا المحامين عبارة إحنا قلناها أيا ما كانت حصانته في العبارة دي, كل من اقتحم قاعة المحكمة وعطل سير العدالة القاضي يقبض عليه أيا ما كانت حصانته. المحامين خدوا الكلمة دي وقالوا دي موجهة لنا إحنا. طب ما عندهم حق. لا ليه هو بقى؟ في حد جوه المحكمه عنده حصانه غير المحامين؟ بيجيني عضو مجلس الشعب بيكون متقاضي. بيجيني قاضي بيكون متقاضي بيحضر عن قضيته هو او قضيه حد من قرايبه لحد الدرجه الرابعه. لو حصل منه الاقتحام او حصل منه تعطيل سير العداله بدل القاضي اللي قاعد على المنصه الحق انه يقبض عليه. بيجيني النيابه نفسها, وكيل النيابه اللي حاضر معايا في الجلسه, انا كقاضي حاضر معايا على يميني وكيل نيابه. لو اصار مساله عطل سير العداله اقبض عليه نفس الكلام. حصلته ما تحميش هنا. سؤال واقف بعد اذنك في زوري, معلش انا اسف طبعا. يعني انا عندي سؤال في زوري وعديك. هو ال 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 انتوا اضطريتوا لاتخاذ هذا القرار بعد الاحداث اللي حصلت بعد 25 يناير؟ يعني هل هو ما قبل هل علاقه, يعني انا قصدي انه ايه, بلاش نقول 25, يعني انا عايز دي الاحداث الاخيره في المحاكم. كويس. والتجاوزات اللي انتوا شفتوها من وجهه نظركم انها ابتدت تزيد. كويس. بشكل او باخر, وبناء عليه اخذتوا القرار ده. كويس. هل ده كان قبل المرحله دي ما كانش فيه مشكله؟ هو المشكله دي بنعاني منها في المحاكم والنيابات من فتره كبيره. مساله ترهل نظام الحكم من فتره كبيره اتسبب في ان المحاكم والنيابات بتئن. يعني في 2009 لما فوجئنا ان حوالي 200 شخص حاصروا مكاتب وكلاء النيابه في نيابه ايتي البارود ومنعوهم من الخروج من المكتب لاكثر من 7 ساعات متصله. واقفين على باب المكتب وممنوع ان حد يخرج. وقوات الامن حاصره المجمع من تحت. والترهل اللي قلت لحضرتك عليه كان في نظام في 2009 مش النهارده. والترهل اللي قلت لحضرتك عليه في نظام الحكم ساب المساله استمرت لاكثر من 7 ساعات متصله وكلاء النيابه محبوسين جوه في المكتب. سياده المستشار دي حاله واحده بتحكيها لي من 2009 لغايه 2011. مش مساله حاله, ده انا بضرب مثل. أيوه. من بعد الثوره لحد النهارده الكلام ده اتكرر في طنطا, اتكرر في الزقازيق, اتكرر في المنيا. أيوه. حاجات كتيره. عظيم. مش من المحامين, انا مش بتكلم على محامين. هل في الاخر اواخر كام شهر, 6 اشهر, 7 اشهر اللي فاتوا دول, هل كان في تجاوزات زياده؟ يعني حصل اعتداءات كتيره جدا على مقر المحاكم والنيابات, حصل احراق, حصل تجاوزات ضخمه جدا. كان لابد من ان يتوجد نص, احنا ونص ما اتوجدش لسه, ده مجرد اقتراح مننا كلجنه. النص ده اقتراح مننا كلجنه ان احنا بنقول احنا عايزين نحمي سير العداله, نحمي قاعه المحكمه بان يكون فيه سلطه للقاضي, وسلطه القاضي ما ادالوش الحق انه يحبس. ده كمان من ضمن التسويف اللي حصل في المساله انه بيتكلموا على ان القاضي يحبس. لا ده احنا قلنا كل القصه ان القاضي يوقف الجريمه اللي حصل قدام. طيب زي ما حضرتك قلت ان الجريمه ان اتنين بيضربوا بعض قدام القاضي. القاضي في النص دلوقتي لو قال يقبض عليهم هيقول له ده انا محامي او ده انا وكيل نيابه ليه حصاره او ده انا قاضي. فاحنا ادينا النص ده ان يوقف الجريمه, القاضي يصدر قرار بالقبض يوقف الجريمه اللي حاصله دي بس. طيب ويحل النيابه والنيابه تحقق. ست المستشار زي ما حضرتك قلت حصل لبس في الموضوع وحصل تسويف في الكلام وفي ملابسات كتير جدا. نعم. حل هذه الازمه
هيتم ازاي؟ وهل بتفكروا في حل الازمه ولا هتفضل المحاكم مقفوله؟ هو قال الحل ونقول انه نادي القضاء هو اللي امر بانه المحاكم تبقى مقفوله، وبعدين يجوا القضاء يقولوا لا احنا بنروح المحاكم وما بنعرفش ندخل. بصي ما هو في كلام كتير يا فندم بيتقال، وفي الاخر الحل واضح، لازم المحاكم تتفتح ولازم القضاء يشتغلوا ولازم يبقى عندنا محكمه وقضاء. طيب في برضه ارضيه ننطلق منها. اتفضل. اولا انا سعيد جدا بالحوار معاكم، واحنا ما شاء الله كويسين جدا يعني. احنا اسعد. كويس. مساله اغلاق المحاكم دي جنايات يعاقب عليها القانون. النهارده اللي حاصل في البلد النهارده ان سواقين النقل العام يعترضوا على حاجه معينه عندهم، يطلعوا بالاتوبيسات يقفلوا شارع القصر العيني. هل ده مقبول؟ غير مقبول. المحامين يعترضوا على حاجه معينه يروحوا يقفلوا المحاكم بالجنازير. اكتر من كده، محكمه البدرشين في الجيزه بانوا حيطه في باب المحكمه عشان يمنعوا الناس من دخول. يعني المحامين هم اللي منعين القضاة من دخول المحكمة. ايوه ايوه يا استاذ، ده اللي حصل على مستوى الجمهوريه، ده اللي حصل على مستوى الجمهوريه. بس اللي بيتقال غير كده يا فندم، انا هقول لحضرتك نادي القضاء هو اللي مانع القضاء من ممارسه عملهم. لا، نادي القضاء لا يملك الكلام ده. مجلس القضاء الاعلى اللي هو اعلى سلطه قضائيه موجوده في البلاد لا يملك ان يصدر تعليمات لقاضي بان لا يذهب الى جلسته. محدش يملك يقول للقاضي ما تروحش جلستك. القاضي بيروح المحكمه عشان يدير الجلسه بتاعته. يفاجئ ان المحامين قافلين الباب بالجنزير وممنوع الدخول. طيب سياده المستشار بعد اذنك، هل حضرتك بانوا حيطه؟ هل نص، هل النص بانوا حيطه في الباب؟ سياده المستشار، هل النص الماده 18 موجود مع حضرتك دلوقتي؟ موجود معايا، ممكن نقراه؟ نقراه يا ريت بعد اذنك سيادتك. بعد اذنك نقراه. هو ده الخلاف. الماده 47 يا اشرف الفضل. شوفي كلام الاساتذه المحامين. لا، خلي المشاهدين نهارك سعيد يسمعوا الماده اللي حضرتك حطيتوها وهي عليها الخلاف. ما تيجي نسمعها. في حاجتين، في النص القديم وفي النص اللي هو المقترح مننا. اتفضل حضرتك عشان وقتنا، بعد اذنك عايز اسمعه. النص القديم بيتكلم عن مساله ان المحكمه بتضبط الجلسه وبتديرها والكلام. تمام. ده تمام. النص المقترح من عندنا بيقول ايه؟ اتفضل. بيقول تكون جلسات المحاكم علنيه الا اذا امرت المحكمه بجعلها سريه، وده المفروض ان هو مراعاه للاداب. ده اساس، ده موجود قبل كده. تمام. اتفضل. مراعاه للاداب العام او محافظه على النظام العام، ويكون نطق بالحكم في جميع الاحوال في جلسه علنيه. كويس. ونظام الجلسه وضبطها من وطن الرئيس. لحد كده ده النص القديم. عظيم. احنا كملنا عليه بقى، قلنا ايه؟ اتفضل. والمحكمة أن تأذن للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامهم. ده فقرة مش هي موضوع الحوار دلوقتي. تمام تمام. الفقرة اللي هي الموضوع الحوار. أيوة. وكل من اقتحم عنوة، كل من اقتحم، احنا قاعدين في الاستوديو وناس دخلت علينا مسلحة. وكل من اقتحم عنوة أي من مقر المحاكم والنيابات أو أخل بسير العدالة أو نظام الجلسة يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز 10,000 جنيه. فإذا وقعت الجريمة أثناء الجلسة، إن وقت الجلسة به منعقدة، يعني ممكن حضرتك الاقتحام ده عفوا معلش، ممكن الاقتحام يتم مثلا بالليل والجلسه مش موجوده، ناس تيجي مع المحكمه عشان تاخد مستندات او تحرق. تمام. كويس. اذا حصلت الجريمه دي بقى اثناء الجلسه، قلنا ايه؟ كان للمحكمه اللي هي للقاضي اللي قاعد ان يامر بالقبض. ما قلناش يحبس، احنا قلنا يوقف الجريمه بس. ناس اقتحمت وبتكسر في المحكمه. كويس. او اقتحمت عشان تطلع متهمين من القفص. عظيم. كويس. قلنا يوقف الجريمة دي. كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته وإحالته إلى النيابة العامة بمذكرة. وعلى النيابة أن تتصرف في الدعوة بعد 48 ساعة. تمام تمام. أدي النص. تمام. اللي أثار جلبة وأثار زيطة جديدة جدا. سيادة المستشار سعيد محمد، المتحدث الرسمي باسم لجنة المستشار مكي والمحامي العام بنيابة النقد، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا هستأذنك أن أنا اخد الورقه دي. ممكن لا، الورقه ده موجود. لا لا، الورقه دي او بس صورها. في جزئيات تانية انا عايز اوضحها بشكل عاجل جدا. يعني هم اخواننا المحامين برضو. عشان في اخوان محامين بقى هم اللي هيخشوا. انا عارف ان الوقت مزنوق عندك. اتفضل. عارف ان الوقت مزنوق سريعا بعد اذنك. ولكن هم اتكلموا برضو ايه في مساله الماده 132 و133، ان حاطين المحامين من ضمن اعوان القضاه. النص ده اتلغى في سنه 2006، وهم لو طلعوا النصوص بتاعتنا كانوا عرفوا الكلام ده. النص ده ملغي من 2006، جايين بيتكلموا فيه النهارده، بيقولوا ده انتوا حاطين لنا 32 و33 132 و33 على ان احنا من اعوان القضاه. نعم. الكلام ده غير مظبوط برضو. اللي عايز اقوله قبل ما انهي الكلام ده كله، ده ان احنا لما شكلت اللجنه بعتنا خطاب لنقابه المحامين من اول يوم شكلت فيه اللجنه. عظيم. ان احنا في لجنه المستشار مكي. أيوة. هنستمع لكل صاحب راي او فكر في مساله القانون، لان قانون السلطه القضائيه قانون يمس المجتمع كله. وان طبعا. يا اساتذه يا محامين، اذا كان عندكم اي حاجه ابدوها لنا وتعالوا شاركوا معانا بالراي. تمام. ما حصلش، جينا في جلسات الاستماع. أيوة. عملنا جلسات استماع. أيوة. وجهنا لهم الدعوه. نعم. جو في جلسات الاستماع واثاروا ضجه وجلبه شديده جدا، بحيث ان افسدوا جلسات الاستماع. تمام.
وانا بقول برضو ان اللي افسدوا جلسات الاستماع ليسوا من المحامين. شكرا يعني انا عندي مثلا شكرا جزيلا لحضرتك. انا عندي مثلا محامي مفكر زي رجاء عطيه. تمام. ما تسالوه اتصلوا بيه وشوفوا رايه ايه في اللي حصل ده. سياده المستشار بشكر حضرتك على مرشح للنقابه معانا واتمنى انكم تحلوا هذه الازمه. بس انتوا وقتكم قليل جدا. معلش ان شاء الله نتقابل بعد ما الازمه تتحل ونتكلم اكتر ونتكلم بقى اتحلت ازاي وانتم اصحاب الحوار واصحاب الاستماع واصحاب القرار حكمة فأرجوكوا حلو الأزمة. شكرا جزيلا يا فندم. إن شاء الله شكرا. هروح لفصل سريع ونشوف بقى إيه رأي المحامين. سمعنا رأي القضاء نسمع رأي المحامين. فاصل وراجعين.